السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب اليوم غد الأحد 16 أكتوبر، وسوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية إن شاء الله. فلا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا إن شاء الله. ويتوقع بإذن الله لتوقعات يوم غد إن شاء الله أن تكون أجواء نسبيا غير مستقرة مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية على تازة وفاس وخنيفرة وبني ملال وميدلت وقيقو بإذن الله وتباينت وبني ملال وخريبكا، وكذلك مرتفعات الأطلس وثرودانت وأكادير وشيشة وتيزنيت وجنوب الشرقي للمملكة وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة بإذن الله. بالنسبة لتساقطات الأمطار فيحتمل بإذن الله دخول اضطرابات جد مهمة بإذن الله على عدة مدن من المملكة، أمطار حاضرة على الصويرة وكذلك شيشة وتليوين وتازنخت وثرودانت وأكادير وتيزنيت وقلميم وطاطا بإذن الله. بالنسبة للفترة الليلية فيتوقع استمرار التساقطات المطرية بحول الله على بن سليمان وقطصر حتى الدار البيضاء والرباط والماس والقارب ورشيد، ولكن امطار ضعيفه نسبيا والبروج وخريبكا قلت سرغ نسدي بوعشمان اكادير بوعشيبه مراكش، وكذلك وكان بدون انزميز وايمنتان وامطار حاضره ان شاء الله على ايد داود واتباها، وكذلك بعض التساقطات المطريه على قلميم وتيزنيت. بالنسبه لباقي المدن الاخرى فستكون اجواء كذلك غائمه اقصى شمال المملكه مع احتمال بعض العواصف الرعديه على ساكن وشفشاون وكذلك على تاوريت. بالنسبه لباقي المدن الاخرى اجواء نسبيا ستبقى مستقره الى قله سحب. يتوقع ان شاء الله اليوم الاثنين اجواء غير مستقره مع احتمال بعض العواصف الرعديه على مرتفعات الريف. بالنسبه ان شاء الله توقعات يوم الثلاثاء فيحتمل ان تكون اجواء نسبيا مستقره الى قله سحب، ويوم الاربعاء كذلك اجواء مستقره ان شاء الله.